أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وكما تحدثنا بالعناوين هنالك الحديث أكثر وأكثر، مواضيع أكثر، إنجازات أكثر ستكون خلال هذا العدد من المجلة الرياضية. ونبدأ بتقليب أولى صفحات هذا العدد من المجلة في هذا الأسبوع عند رياضة السيارات، حيث انطلقت صباح اليوم سباق السرعة الثالث في مضمار نادي السيارات الملكي بمشاركة 52 سائقا من الأردن وفلسطين، يتنافسون في 3 جولات تقام على مسار النادي الذي يعد من أفضل المسارات وأصعبه بالنسبة للمتسابقين. طبعا الأردنية لرياضة السيارات أعلنت أنه هذا السباق يخضع للبروتوكول الصحي المتبع ضمن إجراءات السلامة العامة بسبب جائحة كورونا. طبعا هذا السباق انطلق صباح اليوم وسيستمر حتى ساعات العصر من هذا اليوم، هي الجولة الثالثة من سباقات السرعة اللي بتنظمها الأردنية لرياضة السيارات. طلع أكثر وأكثر زميلنا صايل الغبين موجود منذ الصباح الباكر هناك، خلينا نروح لصايل وماذا لديه. تحية لك ليث من هنا من نادي السباق الملكي والذي أقيم فيه سباق السرعة الثالث في تمام الساعة 9 صباحا وبمشاركة 52 متسابقا من الأردن وفلسطين. السباق يقام على 3 جولات يشارك فيها جميع المتسابقين ورعي فيه أيضا تطبيق جميع الأمور، أمور السلامة العامة، ويقام كذلك أيضا من دون جمهور. مسار السباق 1300 متر، يتوج الفائزين بالدفع أول 3 متسابقين في الدفع الخلفي والدفع الأمامي والدفع الرباعي وأيضا سيارات الكلاسيك. للحديث أكثر عن هذه المسابقة وعن هذه البطولة نستضيف غيث أوريكات المتسابق الذي خاض الجولة الأولى. تحدثنا عن مسار السباق وتحدثنا أيضا عن الزمن الذي حققته في هذه الجولة، الجولة الأولى. الله يعطيكم العافية جميعا. الحمد لله سبق اليوم هو الثالث ببطولة الأردن لسباقات السرعة، أنا بحتل الترتيب الثالث على الترتيب العام قبل هذا السباق. كان عندنا مشاكل بأول سباقين، الحمد لله قدرنا نتداركهم. بعد الجولة الأولى أنا هلأ تاني أفضل وقت، ولسه في عندنا جولة ثانية وجولة ثالثة. الحمد لله رب العالمين، الأجواء جيدة، عدد المتسابقين ممتاز جدا، الحضور موجود، متباعدين ملتزمين بقواعد السلامة العامة. الحمد لله رب العالمين، أمورنا تمام. نطمح هلا بالجولة الثانية وبالجولة الثالثة إن نحسن وقتنا وندخل بالمنافسة أكثر، لأنه ما عشان ما أبعد عن البطولة، فإن شاء الله اليوم جايين نحقق المركز الأول. كل الشكر كابتن. شكرا لكم. أيضا ليث نستضيف أيضا على الجهة المقابلة شاكر جويحان متصدر البطولة لغاية هذه اللحظة، كيف رأيت مسار السباق وما رأيك في أجواء المنافسة اليوم؟ يعطيكم العافية أول شيء. طبعا احنا اليوم هي الجولة الثالثة من بطولة الأردن، الحمد لله طبعا نزلنا الجولة الأولى وقدرنا نجيب المركز الأول. وأشوف عن المنافسة صراحة كثير حلوة، كثير حلوة وكثير قوية، واليوم المسار كمان انه كثير صعب فيه، بتقدر تحكي كل شيء، الزقزاق الدبليو والجسر كامل، ف كثير حلو صراحة. الأردنية كثير ساوي يعني مجهود كثير حلو. أيضا المرة الأولى مشاركة سيارات الكهربائية في هذا السباق. صحيح، طبعا شو سيارات الكهربائية مشاركة معنا اليوم، وبتقدر تحكي بنفس، وخلينا نقول يعني على فئة ثانية مش زي فئتنا، وخلينا نشوف يعني. نتمنى سلامة وتوفيق للكل طبعا. كل التوفيق. الله يخليك سيدي، تسلم. إذا ليث هذا كل ما لدينا هنا في نادي السباق الملكي، إليك ليث.